أطلقت وزارة المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني عن طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وهذا اعتبارا من الأحد المقبل. وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط عن بناء وتشغيل 98 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في 16 محافظة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تراعي التوزيع الجغرافي لمعالجة الكثافات الطلابية في بعض المناطق.